السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وبأحسن حال. النهاردة فيديو متميز، يا رب ينول اعجابكم. إيه النهاردة؟ فيديو جبران خواطر، وجبران الخواطر كلها على الله. إيه النهاردة؟ ان شاء الله عملت اكبر تورتاية على اليوتيوب، إيه بمكونات بسيطة جدا جدا، وفي نفس الوقت شيك وجميلة. إيه بسيطة، إيه وديتها لأختي جوزي لحافتها، ما تصدقوش هي كانت فرحانين بها جدا جدا جدا. طبعا حد هيطلع ويقول لي اعياد الميلاد حرام، يعني جبران الخواطر، ودي حاجة حلوة، كل واحد هياخد قطعة بسيطة، هنحل بق الكل هيفرح وينبسط، وكفاية فرحة الأطفال. شايفين؟ بسم الله ما شاء الله، الأطفال فرحانة جدا جدا، كفاية بس هما مش بيدوروا على أكل التورتاية، لا هما فرحانين بالجو، العيلة، جو الانتماء، الجو الحلو اللي كلنا بنفتقده، بنحاول نحافظ عليه على قد ما نقدر في الأيام ديت. إيه وربنا يعود علينا الأيام كلها بخير وسعادة. طبعا المقصود مش عيد الميلاد، هو المقصود التجمع الأسري إيه بتاع العيلة. إيه وطبعا الحلويات مالية البيوت ومالية كل مكان، ولكن دي حاجة بسيطة جدا جدا زي ما قلت لكم، بتفرح الأطفال وتجعل بينهم مودة ورحمة، وكل فرحان وكل سعيد. إيه وكل حاجة، كل تسلم إيدك. والله جبران الخواطر يا جماعة، كبران الخواطر فعلا ليه ثواب عظيم جدا جدا، ورب نحافظ عليه ونود وحاجات بسيطة خالص، لو لا مش شرطية مكلفة، لا أي حاجة بسيطة حلوة، لو أي حاجة بسيطة حلوة من إيدك للأقارب، لأصحابك، لأخواتك، لنسايبك، الحاجات دي بتفرق كتير جدا والله في المعاملة وعند ربنا كمان. يا رب فيديو النهاردة يكون عجبكم، وأمانة عليكم، صلوا على الحبيب عليه أفضل الصلاة والسلام، وتدعموا باللايك والشير وتشيروا، عشان الكل بإذن الله ياخد فكرة بسيطة، ودي حاجة بسيطة جدا جدا. يا رب فيديو النهاردة يكون عجبكم، ويا رب أكون عند حسن ظنكم.